السلام عليكم. لحد الآن لم تنتهي المفوضية من إعلان النتائج النهائية، وهو ما عطل المفاوضات لتشكيل الحكومات المحلية أسبوعا آخر. الإطار التنسيقي شكل لجنة لتحديد خارطة تسريع تشكيل الحكومات بعد المصادقة على النتائج النهائية. أغلب الأنظار تتوجه إلى بغداد بعد فوز تقدم بأعلى الأصوات، بعد أن كانت الأطراف السياسية تبتعد عن التصريحات والتقسيمات المذهبية، عادت من جديد إلى التداول، معها الحديث عن إقليم الأنبار بوصفة ورقة للتفاوض يرتبط برئاسة البرلمان التي عطلت إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات. فهل تتجه العملية السياسية إلى مزيد من التعقيد بارتباط نتائج مجالس المحافظات مع القضايا السياسية العليا، أم أنها ستبقى في خانة الاتفاقات المحلية لتشكيل الحكومات في المحافظات والتوجه إلى المنافسة في الميدان بعد فوز قوي لعدد من المحافظين أثبت أسبقية تقديم الخدمات على الصراعات السياسية؟ وهل ستتحول مجالس المحافظات إلى عملية سياسية مصغرة في التفاوض والتقسيم وغيرها؟ أرحب بكم في حديث العراق لهذه الليلة، وأرحب بضيوفي الأستاذ كامل الكناني الكاتب والصحفي، دكتور محمد العلوي عضو حزب تقدم، وكذلك السيد حيدر الموسوي الباحث في الشأن السياسي. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك أستاذ كامل. المفوضية لحد الآن لم تحسم النتائج، لكن أكو الآن ملامح تفاوض بين الأطراف السياسية. بغداد هي يعني التوجه الأكبر عليها، بس اللي صار خلال اليومين السابقات صدر التصريحات من مختلف الجهات، يعني بغداد شيعية والثاني يقول بغداد سنية، هاي الفاز التقدم مختلفة القصة، بغداد سنية بغداد شيعية. حياك الله. رجعنا لهذا الخطاب الطائفي من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حياك الله. حياك الله وحيا ضيفك الكريم والأستاذ حيدر الأخ العزيز. أنا أعتقد هذا الخطاب لم يصدر من جهات سياسية موزونة ولا جهات سياسية كبيرة ولا الجهات السياسية الرئيسية الفائزة، وهذا مهم جدا. يعني إذا استثنينا حديث الخنجر عن الموصل وكذا، وإذا استثنينا حديث غالب الشاب الدر، ما له قيمة سياسية من الناحية الواقعية. القوى السياسية الرئيسية شعرت بالفوز، وليس بالفوز بعدد المقاعد، بل بهذه الأريحية التي أنتجت هذه الانتخابات بقلة المشاكل بقلة الاعتراضات، يعني مجموعة من التصورات الإيجابية كانت مستبعدة، أو كان هنالك تخويف من أن هذه الانتخابات ستكون بمشاركة أقل، ستكون باعتراضات، ستكون بمظاهرات، ستكون بعض المشاكل. أنا أعتقد الاجتياز الكبير اللي عبر به العراق هذه المرحلة من مرحلة المضي بمشروع السياسي بالرغم من وجود معارضة مقاطعة خلافات، هذا مهم جدا. يعني هذا يؤسس إلى مسار يمتلك الكثير من الأريحية حينما نتعرض لمشكلة، يعني يجب أن لا نخاف، يجب أن لا نخشى. وهذا حدث في مرات كثيرة، يعني الأستاذ محمد وجنامك تذكرون الانتخابات الأولية كانت تجري وسط معارضة تهدد بقصف وتفجير المراكز الانتخابية وقتل الناخبين وقتل المرشحين، وحصلت أعمال إرهابية كثيرة في الكثير من المناطق وعبرها العراق. إذن بالنتيجة يعني نهنئ الفائزين، يعني الخاسرين الله يكون بعونهم، أنفقوا كثيرا من الأموال وخسروا، بس التجربة نجحت، وهذا مهم جدا، ليس فقط لحزبي ولحزب الأخ العلوي وللحزب الذي تحبه أو تريده، وإنما لكل التجربة. حينما يكون التنافس بهذا هكذا أجواء أريحية بأقل عدد من المشاكل بأقل عدد من الاعتراضات، نفرح جميعا لجميع أحزابنا حتى التي خسرت. بس هذا الإثبات بأنه بغداد شيعية وليس سنية قد يكون صادر من الطرف الشيعي، لأنه تقدم فازت، ولو مو مشكلة، يعني تقدم فازت. يعني أنت تقدر تعترض على أن الموصل سنية، تقدر تعترض على أن أربيل كردية، تقدر تعترض على أن النجف شيعية، يعني هذا تقسيم إلى علاقة بعدد السكان ونسبهم. يعني ليش أنا أعتقد التوظيف السياسي بالجديد إلى هذا هذه المفردات. عزيزي أنت مو بس مقدم برنامج، أنت رجل مطلع وتعرف بالواقع. الواقع الديموغرافي للناس
حقيقة ثابتة تقبلها ما تقبلها تعجبك ما تعجبك. أنا شخصياً سألت مرة أستاذ سليم الجبوري قلت له شلون كنت تعتقدون أن بغداد سنية وأكبر تجمعين بشريين في بغداد هم الثورة والشعلة والكذا هي مناطق شيعية؟ يعني هذا الوجود مبين هسه بالكرخ من تعد المناطق السنية مناطق بيوتها كبيرة وعدد سكانها قليل. من الناحية الواقعية ما يضر بغداد ما يضر المواطن السني أن تكون بغداد شيعية ولا يضر المواطن الشيعي أن تكون الموصل سنية ولا يضر أي منطقة أن تكون هاي هويتها، ولكن بشرط أن تكون الهوية الوطنية هي العقيدة اللي نؤمن بها. إذا صارت هويتنا الوطنية إذا تعاملنا كعراقيين راح نتعامل بأريحية، راح نعبر الحزبية والطائفية والمكوناتية إلى المشروع الوطني. إحنا مشروعنا انبنى في ظل احتلال أمريكي حاول كثيرا أن يلعب بالورقة الطائفية. أول ما أجا بريمان، أول ما أجا غارنر، أول ما أجوا ثبتوا الطائفية، حتى ثبتوا أنه ماكو حق للأغلبية، الأغلبية الشيعية يدرون بها، ولكن أقروا التوافق الثلاثي، يجب أن يوافق الثلاثة، وأدخلوا هاي المفردات في الخطاب اليومي والخطاب السياسي، فكاد العراق أن يقع ضحية للحرب الأهلية. الآن مشروعنا الوطني جاي يتجاوز هاي المرحلة، ولذا علينا كوسائل إعلام وطنية، كوسائل إعلام إسلامية، كوسائل إعلام نظيفة ليس لديها أغراض خبيثة، علينا أن نعزز خطابنا الوطني، نبارك للفائز من أي كان، نعترف بكل وجود موجود هذه منطقة سنية وهذه منطقة شيعية وهذه منطقة كردية. أبدا لا يزعج أي وطني عراقي أن يكون العراق بهذا التنوع، حتى يتحول هذا التنوع من نقطة تنابز واختلاف إلى باقة ورد واضح. تجمعنا جميعا بحب العراق. واضح. حياك الله دكتور محمد حبيبي الغالي. شنو هالرجعة هاي؟ رجعت شنو؟ رجعت الخطاب بهذه الطريقة. مو من عندنا. نين؟ صدمة. أنا الحكي دا أشوفه غير بالإعلام. صدمة. كأنما حزب جاي من خارج العراق اجى أخذ خطابات هجوم. يا جماعة الله يخليكم، احنا جاء عندنا نتائج انتخابات، عندنا تفاوض، عندنا تشكيل مجالس، اكو محافظات احنا مسيطرين بيها، اكو محافظات انتم مسيطرين بيها، خل نتوكل على الله ونمضي. يا عمي عمي هذا الحكي يخوف والله. مو من عندكم هذا الكلام؟ عمي هجوم هجوم هجوم. قنوات تلفزيونية دا تطلع تحط إحصائيات الكتل الفائزة ما تحط تقدم، محللين سياسيين دا يطلعون هجوم وحكي. أنا ما أدري شلون دا تدار العملية السياسية بالعراق بهذا الحكي هذا. دكتور محمد هسه ما حطوا تقدم، هذا شيء مختلف تماما. شنو المختلف بالموضوع؟ هسه ما حطوا تقدم فائزة كذا، هاي لا هذا خلل، هذا خلل في مهنيتهم. بس المشكلة وين؟ المشكلة إنه صدرت خطابات ما كنا نسمعها خلال الفتره السابقه. زين. بغداد سنيه، بعدكم ما فزتوا، انتم اللي اطلقتوا هذه الفكره. احنا اطلقنا، الرئيس الحلبوسي اعضاء من حزب تقدم ما يدري بهم سنه لو شيعه. اكو اعضاء من عوائل عراقيه في حزب تقدم مو من المكون السني. عمي وين الجماعه؟ الله يرضى عليك. احنا ما نجي ندافع. استاذ اول شغله ما حد يقدر يحدد هويه بغداد سنيه لو شيعيه. اللي يحكي اللي ركز على تحديد هويه بغداد اكو شيء بباله، اللي ركز على تحديد هوية بغداد وخايف من فوز حزب تقدم يعني وضعه بغداد مو تمام. خذها منك. يعني شلون يعني مو تمام؟ يعني شنو مو تمام؟ مو تمام يعني هو وضعه بغداد قلق، يخاف انه حزب تقدم يتصدر المشهد، يمسك مناصب معينه والدوره الجايه حتى المقاعد الماخذها ما يحصل عليها. هاي نقطه. اثنين اكو نقطه جدا مهمه، موضوع السنيه والشيعيه. اول شيء المشاركه بالرصافه اكثر من الكرخ. طلع أرقام المفوضية وعرضها بالتلفزيون. هتشوف العدد اللي مشارك بالرصافة أكثر من الكر. زين. تمام. الأعظمية مشاركت، هاي دا أنطيك إياها. تمام. اللي هي الثقل السني، المنصور، اليرموك، الجامعة، ذولا كلهم عمي أهلها كانوا قاعدين بالبيوت نايمين وما شاركوا. زين. ما جينا قلنا عمي والله ذولا لو مشاركين كان أخذنا 3 مقاعد أكثر، كان أخذنا 4 مقاعد أكثر. أستاذ العزيز، الخصوم السياسيين من داخل المكون، داخل المكون ما لهم شيء، هم أصلا ببغداد وضعهم تعبان جدا ولا حيحصلون شيء، ووضعهم أصلا يشفق عليه. لكن الأخوة الشركاء، خصومكم السياسيين في داخل المكون السني يشفق عليه. ليش يشفق عليهم عمي؟ ليش؟ إذا حصلوا شيء يعني يشكرون الله. والله شوف أنا أستاذي، أنا قبل الانتخابات طلعت انطيتك إحصائية. اختلفت الإحصائية؟ ما اختلفت عن اللي قلت لك إياها، لا يم جنابك ولا يم القنوات الأخرى. زين. إن الأخوة في داخل المكون هالانتخابات هاي جابوا مقعد مقعدين فرادة، لا مو فرادة عفوا، مجتمعين. يعني شلون؟
يعني مثلا الأخوة بالحزب الإسلامي، الأخوة في تحالف آخر، اجتمعوا في تحالف حسم تمام، كل واحد جاب له مثلا كرسي بصلاح الدين، كرسي ببغداد، فوضعهم تعبان. الرسالة اللي أوجه إلى الأخوة الشركاء الفائزين المتصدرين الثلاث، خل نبتعد عن التصريحات الإعلامية، خل نبتعد عن الهجوم واحد يهاجم الثاني، خل نبتعد موضوع تأجيج بغداد السنية بغداد الشيعية، فزنا احنا بالمرتبة الاولى، احنا نقول تعالوا نقعد نشكل المجلس. تمام، ما راح بالخطاب السياسي واقعية نعم. السياسة انتم ما راح تقدرون تشكلون. اي اوكي، لعد ليش ضايجين الجماعة؟ هم ما راح يقدرون يشكلون. تمام، على راسي الضاج بيجي، هم يقدرون يشكلون اكثر من عندكم، عندهم فرص اكثر اذا تحالفوا مع، او انتم ممكن يصير لكم فرصة تحالفون مع. هاي القصة ليش يعني قصدك يقصون المكون السني بالكامل؟ لو شنو بغداد ما ليش يعني؟ يتحالفون مع منو يعني؟ خب يتحالفون، اكو كتل سياسية موجودة. من ام الكتل استاذي الله يرضى عليك عزيزي؟ شنو يعني بس انتم بغداد بالسنة بغداد بس احنا 49 مقعد، انتم ماخذينكم 9 من عندن يا اخي 9 اي والسيد الخنجر 3 ايوه شنو 12 البقية واحد يعني يتحالف ويا الماخذ 3 مقاعد وعوف الماخذ 12 مقعد. هذا مو خطاب سياسي ولا بالسياسة ولا منطق. بالسياسة كل شيء يصير. خب ليش يروح يتحالف في 9 يتحالف في 3 يتحالف في 3 ويفرض اللي يريد. أنا بغير محافظات عندي أمور همين هم روح تفعل هم تحيي هي أوكي. إذا هي صارت عندك إيش عندك؟ إذا هي صارت وين عندك؟ وين عندك؟ ثقلي. وين عندك؟ ما أكشف بالأنبار فقط. لا ها لا إيش عندك بالموصل؟ ما عندك شيء. عندي بكركوك. إيش عندك عندي بالموصل؟ شنو بالموصل؟ بالموصل إيش عندك بالموصل؟ الموصل أنا عندك اثنين استاذي الله يرضى عليك. أنت تريد حكي رسمي؟ بس انا ما انا اعلام. انا مفاوض انا اعلامي اي اعلامي لا بالموصل انا اللاعب الاهم. شلون اللاعب الاهم؟ حتشوف زين، حتصير مفاوضات تمام حتصير حيدر. بعده وحنشوف منو حيتحكم في زمام الامور فينا. اما في بغداد اما في بغداد حرجع اقول لك عدم التفاوض مع الكتله اللي تمثل المكون السني هذا استبعده نهائيا. ليش؟ لان لا الاخوه في ائتلاف دوله القانون حيسووها تمام ولا الاخوه في نبنا حيسووها. لا ليش سميها المكون السني؟ ليش بس انتوا مو موجودين؟ اكو كتل سياسيه عزيز احسب المقاعد نطلعها هسه نحسبها نحسبها ثلاثه زي احنا 9 بثلاثه تجي الباقي 2 باثنين باثنين تمام يا عزيزي احسبهم احسبهم مجتمعين اثنين اي ستة اي انا واحدة تسعة. ليش يتحالف في 9 يتحالف في 6 راح يكملون النصاب يصير نصاب. صلاح الدين هم ما انطي كان تمام ابنينا وهم ما انطي بكركوك بكركوك مو انت تحافظ على كركوك وصمامه مال كركوك انا صمامه مال كركوك انا جبت 6 مقاعد جمهوري راح بدم انتخب صح لو غلط مضبوط. وين بدمه؟ بدمه شنو مو بدمه استاذ؟ احنا نحكي منطق لو مو منطق. شنو بدمه؟ بدمه راح انتخب كركوك صارت بيها انتخابات وصارت بيها مشاركه الاخوه هذا واقع كركوك احنا من جامل تمام. لا شنو تقصد بدمه يعني؟ ما ادري صارت معركه بكركوك. ضغط لا ضغط انتخابي منافسه قويه خلل في سجلات الناخبين شنو مو بدمه استاذ؟ زين شنو مو بدمه؟ تسقيط حملات كبيرة إلى إنه العرب يروحون بفترة الانتخابات يطلعون لشمال العراق حتى ما يشاركوا. الله يخليك استاذ شنو مو بدمه؟ تمام بدمه وبضغط همي. واضح. أنا يعني ما أعرف وجهة النظر الثانية شنو بالنسبة لكم، لأنه حقيقة أكو وجهات نظر مختلفة ويمكن السياسة ذن كلهن يضيعن بالسياسة. بالتفاوض لو بالسياسة؟ بالتفاوض. أنا مع التفاوض إذا طبعا. ما تم التفاوض على تشكيل مجلس محافظة بغداد الفشل اللي صار بالدورة السابقة. شو محافظته؟ جوز الأخوة يقتنعون ينطونا محافظ. شنو يريدون؟ إذا انطونا محافظ؟ لا مو طوكم أنتوا راح تفاوضون على المحافظ؟ ربما ليش لا؟ إذا انطونا محافظ. زين انطونا محافظ انطونا محافظ وقيمونه خلال سنتين إذا ما نجحنا طلعونا عم بيها شيء الحكي؟ قولوا لهم. اوكي احنا هسه ارجع اقول لك انا وجهه نظري انه المحافظ لازم يكون من الاكثريه انا وجهه نظري لان محافظ بغداد مسؤوليه. تدري ليش مسؤوليه؟ اول شيء الوزارات الرئيسيه ببغداد لازم يصير من الاكثريه الشيعيه. وجهه نظري. ليش يعني؟ بداخل المجلس. ليش انت تريد يا اخي ليش يعني ليش تحددون هويته؟ خلي واحد راح هذا يشتغل خدمات يذي بلط شارع شارع عم راح يصير شيعي لو سني. ابو انا اقول لك هسه الاخوه على هالخطاب اللي انا دا اشوفه اعلاميا تمام ما يريدون المحافظه تصير من تقدم.
حتقول لي ليش؟ قل لي ليش؟ تقول لي ليش؟ قل لي ليش؟ الأخوة عندهم تخوف إنه إذا صار مركز المحافظ أو نقول السلطة التنفيذية من تقدم إنه الدورة الجاية حيأثر عليهم انتخابية. وصلت؟ تمام. يعني هذا ما له علاقة لا بسني ولا بشيء. إيه أكيد. سيد حيدر. هذا له علاقة بتأثير حزبي طبعًا. ناجح أو بتجربة حزبية ناجحة. سيد حيدر حياك الله. حياك الله أستاذ محمد. شنو قصة هذه الخطابات اللي جاية تطلع بالجديد؟ شكرا جزيلا لك ولضيوفك الكرام. يعني من بدأ هم شخصيات مهمة على مستوى يعني يمثلون طيف سني نواب أعضاء برلمان. من هم؟ بعد في وقتها بعض التغريدات يعني مباشرة بعد إعلان النتائج يعني هوس الفوز والأمة فازت في بغداد وبغداد عادت إلى أمجادها وبغداد سنية إلى آخر الأمور. منو ذولة؟ بس بعيداً عن ذكر الأسماء أحدهم نائب حتى لا بالنهاية يعني حتى يذكر تغريدات وبعضهم مدونين ومن يمثلهم حتى في المنابر الإعلامية وفي الفضائيات تحدثوا بهذا الخطاب. الذي من يقول أن الآخرين لا هو الذي تحدث في منبر إعلامي قال بأن نعم هذه هي الحقيقة وإلى آخر من الأمور. منو تقصد يا سيشين هي؟ لا يعني أسماء يعني نواب أو شخصيات معينة هم موجودين في هذا الحزب حزب التقدم أو ما شابه وبالتالي ردة الفعل يعني التي نحن قد نختلف معها التي تقول بأن بغداد إطارية. بغداد يسكنها تقريبا 9.5 مليون بحسب إحصاءات وزارة التخطيط. بغداد لا يمكن أن تختزل بأسماء معينة بحزب أو بتحالف سياسي. كم هي أصلا نسبة المشاركة في بغداد حتى من الممكن يأتي شخص يقول أنا أمثل بغداد؟ هذا الكلام غير مقبول نهائيا. عندما نتحدث عن نسبة الكثافة السكانية وهي ليست عيبا فبطبيعة الحال الأغلبية الموجودة في من سكنة بغداد هم ينتمون للطائفة الشيعية وهذا ليس عيب وليس تطرف وليس طائفية. هذا واقع حال. كما نقول أن الأنبار سنية هذا واضح كما قال الأستاذ كامل الكناني. بالنهاية حزب تقدم أصلا هو لم يفز. يعني أين الفوز بالموضوع؟ يعني نحن نتحدث عن عدد المقاعد لا نتحدث عن الأصوات التي ربما فرق البسيط بالأصوات شلون احنا نسميها بالعام نقول هاي الخردة. بالنهاية الحلبوسي لديه 9 مقاعد، دولة القانون لديه 9 مقاعد، وتحالف نبني لديه 9 مقاعد. زين. وبطبيعة الحال تحالف الإطار التنسيقي الذي تشكل مباشرة بعد إعلان النتائج وهنالك نتائج نهائية لم تظهر حتى هذه اللحظة والاحتمال الكبير أنه سوف يزيد مقعد يعني تتغير النتائج إما دولة القانون أو تحالف نبني فيما يخص 6% المتبقية من الفرز وهنا سوف تتغير المعادلة. الإطار التنسيقي لوحده تقريبا يشكل بحدود 27 مقعد في داخل محافظة بغداد وهنالك أيضا مقاعد سنية عزم تقريبا 4 مقاعد وحسم 3 مقاعد فأين الفوز فيما يخص قضية التقدم الذين يتحدثون عن مطلبهم فيما يخص المحافظ لا يستحقون لا محافظ ولا حتى رئيس مجلس محافظة في حال تشكل هذا التحالف. شلون؟ أبدا ماكو شلون ما يستحقون؟ على أساس الأغلبية عادة نحن نتحدث عن الأغلبية التي تنتج ما بعد نتائج الانتخابات ما قبل الانتخابات والإعلان هذا موضوع آخر لا قيمة له. كما حدث سابقا لا تتذكر عام 2010 عندما فازت القائمة العراقية ب 91 مقعد والسيد المالكي كان 89 مقعد والبقية القوى في الائتلاف العراقي الموحد كانت بحدود 70 مقعد. خلاص الأغلبية التي تذهب للتشكيل الكتلة الأكبر وينبثق منها الحكومة ومجلس الوزراء إلى آخر من الأمور وإن أرادوا أن يشركوا الآخرين أنا على المستوى الشخصي لست مع إشراك الآخرين على الإطار التنسيقي من هذا المنبر أن يذهب باتجاه تشكيل الحكومة المحلية في بغداد محافظ ورئيس مجلس المحافظ ويأخذ جميع المناصب والاستحقاقات بكل صراحة وبدون رتوش وبدون مجاملة. محمد مسألة المجاملة يقول لك شلون يعرفون المكون السني يروحون
ما هو يعتبر هو لا لا هو بس المكون السني يعني الاغلبيه لا المكون المسيحي يروح بيه. انا ما قاطعتك اعطيني مساحه عزيزي، خذ راحتك حبيبي، بس المكون المسيحي هم يتاذى بهاي العمليه ترى. المكون المسيحي هم مقعدين حركه بابليون، هم موجودين بالتحالف مال اطار التنسيقي ومعهم تحالف الاساس. مساله انه اي منصب، لا منصب محافظه بغداد، محافظ بغداد ولا حتى رئيس مجلس محافظة بغداد، راح يطلع من تقدم. الأخ يطمئن اللي قاعد يمك، انت اطمئن، انت اطمئن، لا المحافظ ولا رئيس مجلس محافظة. إلا في حال فكر الإطار التنسيقي أو عدد من قيادات الإطار التنسيقي يعني وجهة نظر لديهم أنهم يمنحوا حزب تقدم منصب رئيس مجلس محافظة أو النائب المحافظ، هذا يعني أمر يعود لهم. شنو ينطونهم عطية هي شنو؟ طبعًا لا شنو طبعًا أنا راح أكون الأكثرية الأغلبية داخل مجلس المحافظة، أنت ما تجبرني إنه أنا أعطيك استحقاق، أنا راح أشكل أكثر من الأغلبية بكثير، أنت تجبرني إنه أنا أعطيك منصب محافظ، ليش أعطيك منصب محافظ مثلًا؟ على أي أساس؟ شنو الحسابات؟ أنت ما فايز. انت مقاعدك بجدي، انت ماخذ 9 انا ماخذ 9، دوله القانون المالكي ماخذ 9، تحالف نبني ماخذ 9، ليش دا نعطيك مثلا يعني دا نعطيك منصب محافظ؟ بالاساس الاطار التنسيقي هو من عندهم تكتيك سياسي نزلوا قبل الانتخابات بقوائم منفرده، الاطار اللي هو بالمالكي عفوا تحالف قوى الدوله وابشر يا عراق بقياده السيد همام حمودي ودوله القانون المبني، خلاص رجعوا التئموا ما بعد الانتخابات مثل ما صار بالانتخابات النيابية وراحوا شكلوا حكومة السيد السوداني. زين. وبالتالي ما تجبرني هنا أنه أنا أعطيك منصب المحافظة ومنطيب منصب رئيس مجلس المحافظة. تريد تفوز روح فوز. وبالمناسبة هو وين الفوز؟ يعني تسع مقاعد، يعني أنت إذا ترجع لانتخابات 2013 الأخيرة هي هاي عدد محافظة، هي هاي نفسها عدد مقاعد المكون السني في محافظة بغداد. نفسها ترى بالمناسبة ما تغيرت. احسبها 9 زائد 4 زائد 3 زائد كذا يطلع لك ايش قد العدد، هو نفسه اذا ترجع للرقم نفسه. زين. بالعكس هو صار تخفيض هسه تقريبا 52 مقعد، يعني كانت الدورة السابقة تقريبا 59 مقعد على ما اتذكر اذا لم تخن الذاكرة. فبالتالي انت ما تجبرني. اما مسألة الحديث يعني انه هذا الشو الإعلامي اللي اتخذته هاي الجهة اللي هو حزب تقدم حزب الحلبوسي مباشرة يوم يوم اعلان النتائج وشويه مزيقه هنا ومزيقه هنا وبغداد سنيه، هذا عيب يعني، هذا مو مستوى. مثل ما قال استاذ كامل هذا لا قيمه له، لان باعتبار انه ما صدر من بشكل رسمي من اطراف مهمه. يعني هذا استاذ كامل ممكن انه انت تستمع ضيف الرجل يقول لك هذا مو من يمن الموضوع ولا لا ما علاقه به. لا لا ما هو ليش يلصق بتقدم الاستاذ حيدر؟ لا بس اسمح لي، هو دائما طرحه على التقدم. خلي نسمع وجهه نظره. بس اسمح لي. لا استاذ محمد، انت اليوم مثل ما انا اليوم، انا على المستوى الشخصي البارحه يعني في مكان معين وفي جلسه، يعني اليوم كنت في جلسه مع احد الاخوان في مكتب رئيس السيد الوزراء، قلت لهم هذا قضيه الواحد من يغرد ويقول بغداد اطاري هذا مو صحيح، انا ما قابل على هاي القضيه. بس هاي شو وقت طلعت؟ بس اسمح لي، هاي شو وقت طلعت؟ هاي طلعت بناء على ماذا؟ بناء على فعل. يعني انا ما راح احاسب من رد الفعل المتاخر، انا حاسب من قام بها. يعني من قام بالفعل انت تعتقد بانه تقدم هم اللي طبعا تقدم هم اللي روجوا هاي الافكار؟ لا اكيد هو هذا اللي صدر منهم وخلاص انه احنا محافظ بغداد. ثم ارد اقول له شغله، ارد اطرح فت قضيه بالمناسبه، اللي يقول انه محافظ بغداد اللي سيطر على بغداد بالمحافظه حكومه محليه هو راح يحصل مقاعد هواي بالانتخابات النيابيه على مستوى بغداد، هذا الكلام مو دقيق. اولا محافظة بغداد عملها يختلف عن بقية المحافظات. صحيح، لأنه بقت على الأقضية ومحافظة بغداد تشتغل على الأطراف، على الأقضية. صحيح. وكلامه دقيق من يقول المناطق. هذا التصويت أصلاً اللي صار ببغداد هو تصويت الريف على حساب الحضر. التصويت الذي جرى تقريباً في حزام أطراف بغداد. زين. بعد تكبير المساجد، بعد عملية الدفع يعني أصوات تقدم وجهت من الريف. طبعاً. تم التصويت بأطراف بغداد. ومن يقول أن الرصافة أكثر من الكرخ هذا مو دقيق. التصويت صار بأطراف بغداد الكرخ، موجودة الأرقام بالمفوضية. المساجد قامت تتكبر من الصباحاً، وكان أكو عمل دؤوب منذ فترة طويلة من قبل أحد مرشحي تقدم. وكو دفع أموال كثيرة في هذه المناطق من أجل دفعهم باتجاه التصويت لهذا الحزب. شنو أموال؟
يعني تم استثمار يعني مقدرات الدولة في هذه المناطق منذ فترة طويلة. من هو؟ وعلي العثاوي عندهم مرشح بمجلس محافظة بغداد. ايه؟ هو الذي استثمر الوضع مالته في محافظة بغداد، وذهب منذ فترة يعني طويلة بالتوجه إلى أطراف بغداد في محاولات إنه أنا اليوم أقدم لكم وأبلط لكم شارع شوي أخلي لكم سبيس، وهاي كلها منين؟ هاي كلها من أموال الدولة. فحتى من نرجع لفكرة إنه المحافظين بعض المحافظين أستاذ محمد، بعض المحافظين اللي فازوا يقول لك هاي أنا شخصيا كتبت إنه التصويت الرمزية تراجع مقابل الخدمة، صحيح هذا الكلام. المحافظ أنت من تريد محافظ صار له من 2013 تقريبا وماكو مجلس محافظة أمامه، عرفت شلون؟ ماكو مجلس محافظة يراقبه أو يقيده، هو حر كيف يشتغل. زين زين، قدم تقريبا فت خدمة معينة فت نقول 50%، وأكو هم ملفات فساد على بعض المحافظين بما فيهم الذين فازوا بالمناسبة. تمام سيد حيدر، أرجوك اختصر لأنه عندي ضيف. بالضبط، أنا أقصد يعني بطبيعة الحال إنه هذا الشخص المتمكن في هذا المكان والذي يستخدم مقدرات وأموال الدولة راح يفوز، قصدك طبيعي راح يفوز. تمام. أستاذ كامل تأخرت عليك أنا، بس أكو حديث جديد عن البارحة الصدر، يعني مو البارحة وإنما قاعد تتناول أوساط سياسية، عن استخدام ملف إقليم الأنبار بمقابل رئاسة مجلس النواب العراقي. الآن تقدم هو الفائز، هو اللي حصل على مقاعد الأنبار بالكامل تقريبا، يعني ثلاثة غيركم، ثلاثة فقط مو منو ما عمره بالأنبار يعني إيه ثلاث. لا لا تخاف، ورا شهر شهرين حيصيرون تقدم، راح سهار راح يجيبونهم حيصيرون تقدم. يعني رسميا ماكو كلام، لا بس هذا يدور الأوساط السياسية. نعم موجود، نعم نتحدث سياسيا ونتحدث اجتماعيا. يعني فكرة الإقليم فكرة دستورية من الناحية الواقعية، لا يوجد يعني شخصية سياسية أو حزب سياسي يعترف على وضع الأقاليم دستوريا. هنالك ملاحظات، هنالك يعني بيئة سياسية الآن تتهم هذا الجو الذي يذهب إلى الإقليم، في ظل وجود خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، في ظل وجود طرح هذا الموضوع على مصر والأردن، في ظل وجود الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة، الحرب الظالمة الإجرامية، يمكن أن يكون لحديث الإقليم معنى آخر، معنى مرتبط بغير الأجندة الحزبية السياسية الداخلية. هذا المعنى معنى أعتقد لا يمكن أن يتم. إذا ذهب الإقليميون، يعني أعبر تعبير مجازي، أو الراغبون بالإقليم، إذا ذهبوا إلى فكرة الإقليم في هذا الوقت سيكونون سبب في رفض الفكرة أساساً وفي تحطيمها أصلاً. بعد تدمر شلون الاستفتاء مال كردستان، دمر حلم الدولة، مو بس فشلها يعني، وإنما الفرص يعني تؤخذ بنظر الاعتبار بالتشارك بالتفاهم السياسي بوجود بيئة قابلة للنمو. يعني حينما إذا أنا اليوم يرفض الحلبوسي ويرفض أي واحد مع مرشح الحلبوسي، منو اللي يرفض؟ الإطار. لا من يقول يرفض؟ لا أخو أكو رفض بالداخل موجود. لا هسه إحنا نتحدث عن معلومات سياسية. أيه؟ عن معلومات من طبعا داخل المعلومات سياسية، المعلومات السياسية الأكيدة أن تحالف نبني وتحالف دولة القانون يرغبون قدر الإمكان بالمشاركة الإيجابية. نعم المشاركة المعرقلة، المشاركة التي تشترط وتفرض، هذه مرفوضة، وهي تجربة مرينا بها، ومن حق الأخوة أن يرفضون أي تجربة تشاركية اشتراطية. هذا معنى واضح، ويعني أنا أختلف قليلا مع أستاذ حيدر. أستاذ حيدر يقول خلنا نذهب على كل حال، إحنا أكثرية نستطيع أن نمضي. أنا أعتقد إذا نستطيع أن نمضي الآخرين راح يضطرون يعرقلون، لأن مضيك يعني نجاحك، يعني دورة ثانية هم راح تأخذ، يعني دورة ثانية يعني مجلس النواب هم راح تقلل من حصتهم، فيضطرون يدافعون عن نفسهم، يعرقلون جهدك، يبطئون جهدك، وأنت ما تقدر تتخلص مجتمعيا من هذا التداخل. إحنا مجتمع متداخل ترى، صحيح أكو مناطق شيعية وأكو مناطق سنية ببغداد، بس صدقني أكو عشرات المناطق متداخلة بشكل يصعب فرزها. يعني أنت مر هنا أنا بشارع مر تلقى بيه الجيلاني وتلقى بيه الخلاني وتلقى بيه كذا، وشوف ايش قد الناس متداخلين. مر بمنطقه بالعلاوي تلقى الناس واحد سني واحد شيعي. هذا التداخل يفرض حاله اجتماعيه مهمه جدا، ان تكون هنالك رغبه سياسيا، ان تكون هنالك رغبه سياسيه في وجود شريك من الاخر، شريك يعضك يقويك يستعمل نفس خطابك. اذا ظل هذا معارض ويعرقل راح ياثر على شغلك، فحتى تنجح بشكل مضمون
تبحث عن شريك إيجابي. هنا ربما نختلف مع الأخ العلوي أو مع الأخوة في تقدم الاعتبار الفوز واعتبار التسعة فوز ويجب أن يكون لها استحقاق. هذا تفكير خاطئ، هذا مو هو التفكير السليم، لأن أنت عندك تسعة الآخرين عندهم 27 فأنت بالتسعة شنو يعني أنت بيش تزايدهم؟ أنت أحسن لك تذهب إلى الخطاب التفاهمي، إحنا أخوة وإحنا شركاء وطن وإحنا وياكم، تبني خطاب وطني واحد هو فرصة النجاح للجميع، كلنا ننجح، كلنا نفوز، كلنا نربح، كلنا نكسب جمهورنا، كلنا نخدم جمهورنا. إذا استطعنا أن نحول الخطاب السياسي التشاركي إلى خطاب إيجابي، مو قاعد تستصغرونهم الجماعة، قاعد يصير استصغار لدورهم. يقول لك إحنا هذا حققنا، إحنا طلعتونا برئاسة البرلمان، طلعنا تسعة في بغداد وأعلى الأصوات في بغداد والرمادي، ولو ليش تستصغرونا بهالطريقه؟ لا انا احنا خلينا نتحدث عن الخطاب السياسي الوازن، يعني ما نتحدث عن خطاب الفيسبوك وخطاب بعض الجماهير. لا اكو ناس موجوده جماهير تسب وتشتم النهار كله، تسبنا وتشتمنا وتسبهم وتشتمهم. خب احنا علينا لا ننفق اثنينكم جبعانين شتايم. لا احنا ما نريد ننزل الى هذا الخطاب، احنا نتحدث عن الخطاب الوطني استاذ محمد. زين انا وياك هنا في برنامج في قناه محترمه تتبنى خط وطني وخط اسلامي، مو صحيح نتناكف على كل شيء. زين حتى منصب محافظ او منصب نائب محافظ او منصب رئيس مجلس او منصب كذا مو كبير امام مصلحه العراقيين، امام مصلحه البغداديين اذا نريد نتفاهم. ولا في خطه الحكومه مركزه الجهد في بغداد، اصلا الاطار التنسيقي خطته توسيع لا مركزيه، خطته الذهاب الى المحافظات، التركيز على الصراعات في بغداد اخر المشروع السياسي العراقي واضر به كثيرا. احنا علينا قد ما نوزع من السلطه المركزيه ونوديها للمحافظات راح نعطي فرص تقليل التنافس والخلافات السياسيه داخل العاصمه، وهذا يفيد كل العراقيين، مو يفيد بس حزبي وبس حزبك وبس حزب. زين عندنا عقده ثانيه، عقده رئاسه البرلمان، والان اختلفت موازين القوى. ما اعتقد عقده، العقده سببها الخلاف السني الداخلي، ما اعتقد عقده، ما اعتقد عقده لا بالنظام ولا بالقانون ولا بالدستور ولا باختيار شخصيه بديله. زين الا اذا مثلا حزب تقدم اصر الا الحلبوسي عين البديل احتمال يصير شويه يعني توقف، ولكن انا اعتقد ان الخلاف السني الداخلي هو سبب هذا التوقف وليس سبب اخر. يعني الاخوه بالاطار يعني اعلنوا بشكل رسمي قضيه سنيه ما لها علاقه. اي ما لها علاقه، قال اي قالوا مرشح السني احنا نقبله فقط بهذا اللحاظ، جيبوا لنا مرشح تشاركي مو مثل ما كان النجيفي اي شيء يجي من المالكي يرفضه، عطل كل شغل الحكومه لانه هو مختلف ويا المالكي، تضرر النجيفي وتضرر المالكي معا، تضرر العراقيين جميعا بهذا الخلاف. احنا بحاجه الى شخصيه تعمل بمصلحه وطنيه، تعمل خارج الاطار الحزبي، ما يخالف انت من اي حزب مو مشكله، ولكن عملك يجب ان يكون بالاطار الوطني، باطار دعم الحكومه، دعم المشاريع، دعم التنفيذ. اذا انت تجيب لي وزير يعرقل وما يريد ينفذ لان خاف رئيس وزراء ينجح، شلون نقدر نبني بلد؟ هذه هي العقده لدى الاطار، ان تجد في المكون السني في تقدم، في عزم، في حزم، في اي تشكيل، شخصية تشاركية تعمل بشكل إيجابي وليس شخصية تعاركية. إحنا عندنا مشكلة أن اللي يجون يمثلون يعرقل، صارت المحاصصة مغاصصة والمشاركة صارت معاركة. إذا قدرنا نتخطى هذا الحاجز أنا أعتقد آلاف الشخصيات من المكون السني ومن حزب تقدم ومن عزم وحزم ممكن أن تكون طبعا تتصدى لكل المناصب. دكتور محمد الآن شنو طرح غريب؟ طرحين والله، طرح طرح من اول شيء يعني الاستاذ حيدر الموسوي طبعا اعلامي كبير، اعلامي مهم، هذا موضوع احنا ما نقدر نزاود عليه على اسم حيدر الموسوي اعلاميا. زين مع احترامي اكيد استاذنا الكبير وكاتبنا الصحفي المهم، بس اولا الاستاذ حيدر الموسوي ترى مو ناطق باسم الاطار. لا صدق والله سحلت برأي الرجل اذا عنده لا رأيه، هذا رأيه لا يعني شكل اغلبيه مش العفو يعني انا ادري الاستاذ حيدر الموسوي لا صدق والله يعني عنده صفه رسميه انه هو متحدث باسم الاطار. لا هو الرجل يتحدث تمام هسه اني هسه هو عنده صفه رسميه اسمه هسه هو يجاوب. انا عندي صفه رسميه اطلع ليش؟ لان انا ماخذ اذن اطلع. زين مضبوط لو لا انت تطلع باسم حزب؟ اي مو طالع هيجي احكي يعني هسه انا ما يصير اقول تحالف القياده، شفتني دا احكي باسم تحالف القياده، احكي باسم تقدم تمام. الاستاذ حيدر الموسوي عمي هذا الحكي حيدمر العمليه السياسيه بالكامل اذا هذا الحكي اخذنا به تمام. يا حكي الحكي مال الاستاذ حيدر الموسوي نشكل احنا واحنا نروح بكيفنا واحنا نسوي، هذا الحكي ما يصير، هذا الحكي قبل ممكن حاليا ما يصير ولا ممكن يصير ولا حيصير. هاي خذها مني
حكاية. هو قاعد يقول لك الإطار 27 لو مو شريك. لا هسه أنا حجيك بنقاط. قاعد يقول لك الإطار 27. أوكي. هو هسه أنا هسه أعرف أنا الرسالة وجهتها من قلت له إحنا هسه إذا تقصي المكون السني والمكون المسيحي أمين أمي تريد تقصي. قبل إيش قال لك؟ قال لك لا مو المكون المسيحي جزء من الإطار، لا مو جزء من الإطار. المكون المسيحي بابليون جزء من العملية السياسية بحزبهم بمكونهم. تمام. عمي يعني هذا وأكيد تمثيل المكون السني لا يقارن بتمثيل المكون المسيحي بالعراق اكيد، واني اكره هاي التسميات قسما بالله يعني اكرهها كره العمل. زين وارجع اقول لك اني من انضميت الحزب تقدم خلق بيان العلوي تمام، الرئيس ما يعرفنا انا سد لوشيع قسما بالله ما سالني انت سد لوشيع. زين تمام، على العموم حزب تقدم به حلفاء، عنده حلفاء من داخل الاطار وخارج الاطار تمام. التصعيد الاعلامي بهذا الشكل يضر بالحلفاء في داخل الاطار التنسيقي، هاي نقطه. شلون؟ أنا دا أقول لك الضبط. أنت إذا أنت دا تحكي باسم الإطار التنسيقي وما عندك بيرميشن من عندهم. أنا أعتقد قال رأيي، أنا أعتقد قال رأيي الشخصي. ممتاز. إذا رأي إذا رأي أعتقد قال رأيي. إذا رأي الشخص من حقه. نقطة نظام. قال أنا أدعو الإطار. نقطة نظام. سأل حيدر. قال أنا أدعو الإطار. هذا رأيك، هذا رأيك لو رأي الإطار التنسيقي. لا هذا رأيي الشخصي. أنا عيني على رأسي. أنا آسف فهمت الموضوع غلط. إذن هذا رأي الأستاذ حيدر الموسوي. في هذه الحالة. طرح استاذ حيدر الموسوي على تقدم طرح غير حيادي تمام، يعني اكو عادي ما بيه شيء، انا هسه ما ارغب حزب معين اطلع هاجمه بالاعلام لان كل طلعه ويا استاذ حيدر الموسوي الهجوم علينا يعني بشكل فظيع. ما افتهم شنو السبب. زين يعني اتمنى اعرف شنو السبب. السنهم يهجمون عليكم هو على كيفك انت لا لا انا ويا جماعتكم يهجمون عليكم اصلا هم يشجعون الاخرين يحكوا صح العتب على قدر البحر. بس هم من هم يعني الخصوم داخل المكون مو حكينا بهم يعني الخصوم داخل المكون سوى مظاهرات والجماعه غلسوا الخصوم داخل المكون هددوا الشرطه والجماعة غلسوا الخصوم داخل المكون هجموا بيوتنا والجماعة غلسوا احنا لو مسوين مثل الخصوم قصدك الجماعة منو الإطار؟ اي مغلسين عليهم هسه غير نحكي الصدق. اذا فتحت ملفات الخصوم الداخل المكون استغفر الله بس رب العالمين يسد بس رب العالمين يسد بداخل المكون ملفاتهم عم الصدق تحكي شنو مثل ايش سود مصخم مثل ايش سود مثل ايش تهديد للسلم الاهلي ملفات فساد حرب اهليه شنو مثل ايش استاذ الله يحفظك حرب اهليه ها نسيتها قبل 10 سنين هسه بالجديد نسيتها لا ها بالجديد شنو قديم بالجديد اكو شيء استاذ الله يخليك لا لا بالجديد اكو شيء البصمه بصمه اكو تسجيلات عمي هسه لا لا هسه بالجديد عندهم شيء جديد كله دائما موجود جديد يعني بعدهم مستمرين نفس الخط اطمئن والله لا لا بعدهم مستمرين نفس الخط نفس الخط بس تعرف شنو ايه؟ هسه العموم هسه انا شنو يبدا لا 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 خمي الناس خسران اذا انطيهم هو لا ماكو واحد من عندهم هسه ماكو واحد من عندهم بس اسمح لي هسه اكو نقاط مو انت حتشتت افكاري يا انت دائما تشتت افكاري والله وتخليني ادلي بتصريحات زين وتصير مشكله وتنتهي الحلقه زين هسه بما انه الاستاذ مو يعني دا يحكي رأيه الشخصي فهجومه على حزب تقدم يعني ما افهم شنو مع العلم مع العلم بعض الاشخاص اللي هو يمثلهم الاستاذ حيدر اعلاميا وقلت لك انا اعلاميا اقدر الاستاذ حيدر تمام هم حلفائنا ترى يعني من جماعته هو فما اعرف انا شلون هالهجوم مصدوم انا بي تمام ارجع بالنسبه لموضوع اقليم الانبار سؤال هو قانون لو لعب لا قانون لا صدق والله طبعا شو يقول القانون الدستور يحق للمحافظه لثلثين اعضاء مجلس المحافظه او باستفتاء شعبي تمام ايه؟ انت هسه جاي حبيبي انا فايز بالانتخابات ومتصدر ايه؟ تمام جاي تريد تقصيني ايه؟ زين وجاي تحكي وياي بهالطرح هذا بس مع العلم يعني انا هسه ما احكي الاطار بالعكس انا اقول لك الاخوه بالاطار مثل ما قال استاذنا متمسكين بالتفاوض تمام ليش لان يريدون وحده كم العراق كم الفكره انت اذا تريد تقصيني ايه؟ بالكامل انا من حقي اطالب بقلي وما من حقك تحترم ليش ايه؟ لان دستوريا مثل ما فتره من الفترات محافظه البصره طالبت باقليم ليش بدها تحس نفسها المحافظه مظلومه عمي مثل ما اقليم كردستان عندي اقليم اطالب بقلي اذا حظلي تهمشني انت السؤال تريدني شريك انت تريد تكسبني يعني لو رايدني خساره لو تريدني لو تريد رئاسه مجلس النواب شنو رئاسه مجلس النواب ليه تريد رئاسه مجلس النواب لو تسوي قليل. ايه ايه عندي 60 مقعد هيك يعني. ايه استاذ شنو القصه ايه. هو شنو غير انا الاغلبيه السنيه بالبرلمان انت شنو اوكي انت مو تريد انت تحكي سياسه وقانون زين. لو نحكيها فوضى سياسه وقانون تمام ماكو مشكله انا بمجلس محافظه الانبار اللي دعش لا مو دعش الى 13 تمام 16 صح
من الى 13 من 16 يعني يا اما ارجع رئاسه المجلس النواب يا اما انا سوي احكيها انه انا رادق انا ضد الاخلي انا كمحمد العلوي وكتقدم ضد الاخلي بس انت حظلت تضغط علي حظلت تضغط علي النتيجه شنو هسه اردفته انت بالبدايه قلت لي هذا دستوري واذا هذا دستوري دستوري هو صحيح دستوري أوكي. الاخوه يعني. نفسهم بالاطار من كانوا في مجلس الحكم وكتبوا الدستور وتعدل على الدستور زي. وصار تصويت مو هم قارين انتوا ليش تلوحون بالاطار بالاقليم ليش يعني بالبصره بالاقليم لا ايش راح يضر الاطار بالبصره راح يضر بيضر ايش راح يضر خلينا العدد ما يضر خلينا على الاقليم هنا يتأكدون الفكرة دكتور أستاذ كامل ذكر فكرة قصة صفقة القرن وارتباط بيها العزيز الرئيس الحلبوسي بالقمة العربية طلع حكي رفض كلمة الكيان الصهيوني من السواء من الزعماء العراقيين كلهم رفضوا لا قمة عربية وقاعد باجتماع والله يا عم كلهم أستاذ الله يخليك والله يا عم كلهم السوداني ذاك اليوم هم سواها بالصف أوكي على العين والرأس من قبل الرئيس السوداني لو الرئيس الحلبوسي من القبل شنو من القبل من القبل استاذ عمي هاي اول مره يقول الكيان الصهيوني انا راح بلا الله قسما برب العزه والجلاله علم الكيان الصهيوني محطوط على الارض بالمحلات تدوس عليه قبل ما استاذ لا حد يزاود على وطنيتنا لا. انت هذا الحكي مال صفقه القرن وهذا هاي مزاوده على شنو يعني الملف الفلسطيني احنا ما مهم عندنا اخواننا الفلسطينيين ما مهمين من قال حيجونا اهل غزه بالانبار ما طلع الرئيس الحلبوسي بالتلفزيون قال احنا اهل كرم وضيافه وشجاعه بس ما نقبل انه الفلسطينيين يجون لان حتنحسب حسابات اخرى قالها لو ما قال تمام من طلع لا استاذ بس ركز وياي نقطه مو تمام ده تقول لي تمام هيك يا اخي مو انا دير حوار ما حتى لو دير حوار لا من مو مهم استاذ محمد استاذ محمد بس اسمح لي انا اصلا مو طرف بهاي المعادله اللي قاعد تحط بها انت انا اوصل معلومتك للجمهور فقط الجمهور. اقتنعت ما اقتنعت مو ضروري احنا شركاء وياكم لو مو شركاء بالعمليه السياسيه وياهم تمام هو وياهم هم وياهم على راسي احنا شركاء وياكم لو مو وياكم ايش حيقول؟ حيقول لك شركاء مضبوط لو لا؟ شركاء شركاء وفق القانون والدستور لو مو وفق القانون والدستور زين رئاسة مجلس النواب لي نقطة على السطر من إلي؟ إلي رئاسة مجلس تقدم لتقدم رئاسة مجلس النواب لتقدم وإلا أفاعل إقليم الإنبار وإلا هي مو هيك العملية السياسية لا شلون العملية التفاوضية بها ناس عقلاء إذا مثل حكي أستاذ حيدر ومثل حكينا هسه هنا يعني هسه حكي أستاذ كامل الكناني رهزن واقعي منطقي العصب من الوسط العمليه السياسيه بها تفاوض بها نفس طويل بس حتى انتقل استاذ حيدر يعني انا انت الممثل للسنه انت اكبر كتله سياسيه داخل البرلمان ولا احد يختلف عليها لا قانونا ولا دستورا ولا يا اخي وقف لي ما مشكك اذا اسال على راسي ورئاسه البرلمان يجب ان تكون من حقك الا محمد الحلبوسي يحطه الا محمد الا محمد هاي قايلها قبل وهسه اعيدها اذا مو محمد الحلبوسي يحط رئيس البرلمان فهذا ضرب للعمليه السياسيه السنيه بالكامل يعني الا محمد وفق ارقام وفق استحقاق اما بالنسبه لموضوع اطراف بغداد القرى والارياف ايش بيهم اهل القرى والارياف عمي عز وفخر وبيهم قضاة بيهم مبدعين بيهم شعراء ليش احنا العفو مجتمعنا شيء كله منصور وهو ده يقول لا اما بالنسبه للاستاذ علي العيثاوي اللي قال عليه السيد حيدر واتهم اتهام يعني علني اول شيء الاستاذ علي العيثاوي ما جاب على الاصوات بالدائره او بحزب تقدم الرقم واحد جاب باعلى الاصوات السيد عمار الحمداني شو اشتغل عليه ابن ها شو اشتغل عليه نائب محافظ ما تعرف ها هو اساسا نائب محافظ ما تعرف والله ما اعرف لا والله اي والله شوف يعني حتى انت يعني حتى صيطه مطالع زين عمي عدد اصوات علي العيثاوي اصوات قليله تمام مو ذيك الاصوات الفلكيه المتحدث لا مو انا دا اوصل استاذ حتى بعد تاخذ راحتك حتى تخلص مني هسه مو زين اوكي اذا اخلص منك ليش داعك للحلقه لا لا وياك والله وجودك بالنسبه لي محترم مقدر التصدق يطول عمرك واني همي من انت يجيني تليفون منك اجي مغمض اتشرف فيك يسلمك موضوع مهم اللي صعدوا من تقدم هم من سنتر بغداد عمار الحمداني جاب 8000 صوت من قلب العاصمة بغداد ومع احترامي أهل القرى والأرياف أهل عز فرق. وشرف وكرامة زين. وبيهم قضاة بيهم طبع. مبدعين ترى هم ممثلين لبغداد حالهم حال أبو المنصور يعني خلوكم بدون إجابة لا أريد من أستاذ حيدر ولا هذه التصنيفات حقيقة غير تصنيفات غريبة بالسياسة تصنيف على أساس جغرافيا تصنيف على أساس مذهبي يمكن تحتاجها بعملية الأرقام بس ما تحتاجها بالتصنيف لأغراض أخرى فلا تخلونها بهالطريقة أرجوكم أستاذ حيدر
اسمعك استاذ محمد. قضيه انه اقليم الانبار هسه بدات تتداول بصراحه، انه احنا اليوم عندنا اقليم دستوري، انت لا تنطيني حقي ومكلب لي، لا تخلي انا اكبر كتله سياسيه بالبرلمان الان هي تقدم، انت رايح جايب لي واحد من الاخرين، غير انت هذا المكون هو الاكبر اكبر تمثيل سياسي داخل البرلمان من تقدم، والا انا عندي خياراتي مفتوحه وخياراتي دستوريه، ما راح ارجع اصيح قادمون يا بغداد. عمي تقدم ما صح وقادمون يا بغداد ولا جابوا ال اروح لك في دواء والله العظيم هسه واحد يحكيها بس جابوا غير شغلات ما اقدر لا شوف يعني شويه خل اعقب قليلا لان انا بطبيعتي ما احب اقاطع بس 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 ارجوك باختصار لان اي هو ملتل اليوم ظلمتنا كلش بالوقت انا لا بالعكس خويا هي بدت من عندك انت اخذت الوقت لا يلاك ماشي يلا شوف لازم امشيها على الكل يلا باختصار يعني انا ارد اقول للاخ محمد انا طبعا اشكره يعني جدا يعني اولا على شهادته بي باعتبار انه انا صار لي 20 سنه بهذا المجال الميديا والسياسه والاخره بس أرد أوضح له فكرة أنه أنا مو ناطق باسم أي طرف سياسي ولا باسم أي جسد سياسي. إيش عندك ويتقدم وتشلب لهم؟ لا 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 أنا ما عندي شيء أنا أنتقد حتى يعني حتى الأطار أنا منتقده وإن المشكلة أنا أتحدث بشكل عام أقول أنه أنا من أكون أغلبية من حقي أنه أنا خلص أنا أريد أتفاوض ويا هذا الطرف لأن هاي القضية من تقول لي أنت الفائز الأول وخلص ولازم تفرض علي معادلة أنه المحافظ من عندي هذا مو صحيح وأنا عندي 27 مقعد زين. يعني قد هو فهم الكلام بطريقة أخرى نأتي على قضية أولا مسألة إنهاء وجود الحلبوسي من رئاسة البرلمان خب من الإطار التنسيقي ما له علاقة هذا الدعوة كانت من الأطراف السنية وهو قرار يعني قضائي وعلينا أن نحتكم للقضاء ونحترم قرارات المحكمة الاتحادية التي هي ملزمة وباتة حتى وإن كان فيها نوع من الخطأ بالتالي يجب احترامه نقطة راس سطر بالتالي مسألة اختيار رئيس البرلمان أولا إطار غير معني بهذا الموضوع لسبب بسيط أنه يفترض هذا الموضوع أن يحل في داخل البيت السني البيت السني هنالك عدة أطراف هنالك عزم وهنالك السيادة واللي هو التحالف القيادة وطلعنا عن أستاذ محمد في فضائيات أخرى وحكينا بهذا الموضوع أنه أكو مجموعة أسماء طرحات وبالتالي الإطار كموقف القوى الكردستانية في هذه الجزئية من يخرج من عباءة المكون السني ويتفق عليه يتم التصويت عليه. هو ماكو شيء، احنا كل احنا ندري الاطار داعمين السيد محمود المشهداني. لا لا استاذ محمود هاي من لا, لا لا استاذ محمد لا لا هاي المعلومة مو دقيقة. هاي اللي انت تفضلت بيها وحكيت بيها لا. اولا الاكثر شخصيتين هم اكثر شخصيتين الان يعني حتى قبل الانتخابات اللي يجرى عنهم الحديث هم بالدرجة الرئيسية والسيد سالم العيساوي. بالدرجة الرئيسية واللي أكو مقبولية عد بحسب معلومة طبعاً أكثر من نصف الإطار يعني موافق مبدئياً على قضية التصويت للسيد سالم العيساوي اللي هو مرشح تحالف القيادة ويعرف أستاذ محمد العلوي بهاي المعلومة زين. السيد محمود المشهداني يعني ربما رؤية واحدة تقريباً داخل الإطار التنسيقي هي رؤية السيد المالكي تحديداً باعتبار أنه تعرف عادة الحرس القديم يحنون للحرس القديم ويعتقدون انه هذا الشخص عنده خبره في ممارسه يعني مجلس النواب ويقول لك ليش ندخل مره بتجربه جديده وهم يجينا يعني على اساس تحت ذريعه الدماء الجديده وبالتالي تتعطل بعض الاعمال يعني تمام. هذا هو الاختلاف في وجهه نظر اما الاطار هو ملزم عندي دقيقه واحده اي عندي دقيقه واحده الاستاذ محمد تحدث عن اقليم الانبار يقول لك هاي قضيه دستوريه وانا انت لا تقصيني من رئاسه البرلمان انا ارجع الى هذا الموضوع يعني يعني مع تقديري اولا الشعب الانباري يرفض هذه الفكره اولا ابتداء بصرف النظر عن الفيدرالية الموجوده عليها في الدستور العراقي خول اعضاء في مجلس المحافظه اعضاء المحافظه يعني صوت عليه راح بصرف النظر هذا الموضوع هو يعني قد يكون حتى في الحلم غير موجود ولن يتحقق ابدا لاسباب كثيره وطويله ومعقده اليوم كردستان تئن من مشكله الاقليم لليوم الشعب الكردستاني الموظفين صار لهم 6 اشهر و7 اشهر بدون رواتب ورجعوا من جديد على بغداد يقولوا لهم يابا احنا نريد نوطن رواتب موظفينا عندكم بعد ملينا من الحكومه الاقليم فكره الاقليم مو بهالسهوله يعني وقضيه الانبار من تعزل وحدها هاي مشكله كبيره وما يصير انه
نتحدث عن حزب واحد يمثل الاقليم. هي مو راح تعزل يعني، وهي مو قضيه لا لا تعزل، لا لا انا اقول لك يا تعزل تعزل، لا 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 تعزل، لا لا الموضوع مو بهالطريقه، لا هذا بتفاصيل هوايه، من الصعب جل. انه هذا الموضوع يصير. شكرا لك سيد حيدر الموسوي الباحث في الشان السياسي، شكرا دكتور محمد علوي العضو في حزب التقدم، شكرا للاستاذ كامل الكناني. انا ظلمتك بالوقت صحيح، انا مقدمت اي انا اسف. رائع استاذ كامل، شكرا للمشاهدين الكرام، في امان الله. We'll be right back.